تنضم إلينا عبر سكايب مرح البقاعي الباحثة السياسية ورئيس تحرير موقع وايت هاوس إن أربك. أهلا بك سيدة مرح. إذا هناك مطالبات بعزل بايدن من قبل الجمهوريين وعزل أيضا عدد من مساعدي بايدن في حال ما إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه وهي تسريب هذه الوثائق الهامة جدا والتي تحتوي على بعض المعلومات حول نجل بايدن، حول وباء كورونا أيضا وأفغانستان وما إلى ذلك والمهاجرين أيضا. هل تعتقدين أن تسير الأمور إلى هذا الاتجاه؟ مساء الخير لك ولجمهور القاهرة الإخبارية الكريم وشكرا لاستضافتي. بداية، هناك نقطة مفصلية في هذا الأمر لم تتضح بعد، وعندما تتضح هذه النقطة سيتم تحويل مسار هذه التحقيقات باتجاه معين. النقطة هي هل تم إخفاء هذه المعلومات التي وجدت من وقت سابق من أجل تمرير الانتخابات النصفية حتى لا يحدث بلبلة خلال الانتخابات النصفية؟ هذه نقطة جوهرية جدا بالنسبة للشعب الأمريكي وبالنسبة لنا نحن كجمهوريين، وستكون أيضا فاصلة في التحقيقات. هذا لا. بداية، هذا الأمر لم يتضح بعد. بالنسبة للإمبيتشمنت أو عزل الرئيس، هذا لا يتم إلا عبر سلسلة من التحقيقات، ويعني سيقوم بها الكونغرس، والكونغرس يدعو بقوة اليوم كما سمعنا السبيكر سيد ماكارثي كان يريد أن يحقق في هذا الأمر، وقال بكل وضوح أن ما تم للرئيس ترامب عندما تم ضبط الوثائق الكلاسيفايد السريه الموجوده، وثائق مارالاجو او قضيه مارالاجو، تم الموضوع بشكل دراماتيكي جدا، واحضروا الكاميرات واحضروا الاعلام من اجل ان يغطوا هذا الامر. الان الديمقراطيين يعني يستعملون دبل ستاندر كما يقال، يعني ازدواجية في المعايير، يريدون تسريع في التحقيق، يريدون تغطية الموضوع. الأسوأ من ذلك برأيي أن الرئيس بايدن يقول أنه لا يعرف بهذه الوثائق. كيف هي وثائق سرية ولا يعرف بها؟ من يعرف بها أصلا؟ لا يعرف مضمون الوثائق ربما يفسد. يعني هناك أسئلة كثيرة، الديمقراطيون يبدون في موقع محرج جدا الآن. نعم، ولذلك يعني سيدة مرح كان يوجد مقال في صحيفة إندبندنت يطالب جو بايدن بالاعتذار، ويطالبه أيضا بأن يقوم بتفسير ما حدث. يعني هل تعتقدين أن هذا في صالح جو بايدن أم أن الصمت في هذه الحالة هو الأفضل حتى تنتهي التحقيقات؟ سيدتي، الاعتذار متأخر الآن. هناك أمر خرج من وزير العدل، ووزير العدل كما نعرف عينه الرئيس بايدن. وزير العدل كان سريعا في هذا الإجراء من أجل تعيين محقق أو مستشار يقوم بحمل هذا الملف، أسرع بهذه الخطوة حتى لا تحسب عليه أنه تم تعيينه من قبل الرئيس بايدن وأنه يتحيز، لأن في الحقيقة يعني هذه فرصة ذهبية للجمهوريين لنوع من رد الكيل بنفس المكيال عندما تعاملوا مع الرئيس الأسبق ترامب بطريقة يعني كانت فظة إلى حد ما. يعني حتى عندما دخلوا إلى مارالاغو، دخلوا إلى غرفة ابنه وفتشوا غرفة ابنه، دخلوا إلى يعني الخزانة الخاصة بالثياب زوجته. هذا نعم، ولكن يعني على ذكر الرئيس السابق دونالد ترامب وأيضا وثائق مارالاغو، بنجد أن ترامب غرد على تويتر بأنه يريد أيضا محاكمة جو بايدن، ويريد أيضا تفتيش جميع منازل الرئيس الأمريكي، وذهب إلى ما هو أبعد من هذا وقال بأنه يريد تفتيش البيت الأبيض أيضا.
هل هذا يعد قانوني؟ هل يمكن عمليا أن يحدث هذا، أن تقوم السلطات بالفعل يعني والأمر قيد التحقيقات بتفتيش منازل جو بايدن والبيت الأبيض؟ سيدتي، كما قلت لك، تم تعيين محقق رسمي في هذا الأمر، وأي أمر قضائي للتفتيش يجب أن يكون أمرا نافذا. الأمر بيد القضاء الآن، يعني هذا استباق من الرئيس ترامب بأن يطالب بهذه الأمور. ولكنه هل هو حديث واقعي؟ سيدتي، لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نثبت للعالم بأجمعه بأن القانون هو سيد الأحكام في أمريكا، لا أحد فوق القانون، الرئيس وما دون الرئيس، كله سيخضع للتحقيق إذا طلب القضاء هذا الأمر. طبعا هلأ نحن سنرى على الإعلام وعلى يعني حتى في الجدل القائم هنا في أروقة البيت الأبيض وفي أروقة الكونغرس جدلا كبيرا، لكن الكلمة الفصل هي للقضاء الآن. نعم، المهاجرون وكورونا، أفغانستان، تسريب معلومات كثيرة ومنها أو على رأسها نجل بايدن وما يتعلق بأنشطته التجارية. سريعا وأخيرا إذا ما تكرمت سيدة مرح، يعني قيل بأن هذه الأنشطة التجارية لنجل بايدن هي غير قانونية، هل توجد وثائق تثبت هذا؟ وما هو المتوقع في هذا الأمر؟ كيف سيكون سير التحقيقات؟ هل من الممكن أن تمتد في هذه الحالة إلى نجل بايدن شخصيا؟ نعم سيدتي، أنت تذكرين طبعا وأنت متابعة لهذا الأمر أن السيد مكارثي عندما خطب خطاب وتسلمه المنصب قال أنهم سيحققون في كل الأمور التي كانت موضع شكوك بالنسبة للجمهوريين في إدارة الرئيس بايدن، وفي مقدمتها علاقة ابنه التجارية وعلاقة الرئيس بايدن عندما كان نائبا للرئيس في تسهيل علاقات ابنه التجارية، والمعلومات معظمها تم جمعها من اللابتوب الخاص بهانتر بايدن. طبعا هذه الوثائق حتى الآن لم يتم الكشف عن محتواها، لكنها هي وثائق سرية، وهذا هو يعني بيت القصيد في الأمر، أن هذه الوثائق سرية. أيضا السيد مكارثي قال أنهم سيحققون مع الرئيس، ما قبل الحديث عن الوثائق أتحدث هنا، سيحققون مع الرئيس عن الانسحاب المخزي الحقيقة للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. يعني فلا زيادة لمستزيد، يعني نحن كجمهوريون نريد أن نعرف الحقائق، أن نكشف للشعب الأمريكي ماذا حدث في الانسحاب ولماذا حدث هذا الشكل من الانسحاب. نعم. رغم أن الجمهوريين كانوا موافقين على الانسحاب، لكن الكيفية التي تمت. نعم. به كانت مخزية. نشكرك. كما شهد العالم. نشكرك ونعتذر ونكتفي بهذا الوقت، شكرا جزيلا لك.